مشاهدين كرام، مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. خرجنا اليوم الشارع المغربي باش نسولوا المغاربة كيف جاتهم غلاء الأسعار مؤخرا. خليكم معنا. وي اختي، كاينه الزياده ديال الاسعار دابا، راه جايه نقول لك لواحد العام تقريبا او اقل من سنه، الزياده في المواد الغذائيه، الزياده في وسائل النقل، الزياده في المسائل المتعلقه بالمستشفيات الى اخره، وهذا الشيء ماشي في صالح المواطن. المواطن الله يحسن العوان، الانسان راه حنا كنعرفوا الوضع المادي اللي عندنا في البلد كيفاش داير، كنعرفوا الاستراتيجي كيفاش غاده، كنعرفوا الدخل الشهري ديال الانسان شحال، راه هذا الشيء صراحه ماشي معقول، هذا هو الحق. انت خدام؟ خدام الحمد لله، ولكن في قطاع غير مهيكل، فهمتيني؟ ماشي خدام في سوسيتي اولا، كنخدموا خدمه ليبر ديالنا، ولكن الحمد لله كيف ما كنقولوا حنايا، الانسان غادي مضارب مع الوقت، ولكن ما يزيدوش هما بزياده بزياده بزياده، راه لكل انسان. خويا المسؤولين اللي غنقدر نقول لهم من هذا المنبر هذا هو انهم يشوفوا من حال المواطن، فهمتيني؟ ينزلوا لعندو، يعرفوا المستوى المعيشي ديالو، يحاولوا يديروا قرارات اللي في الصالح ديالو اللي يقدر عليهم، ماشي يشوفوا من جيشه هو انه مناسبه ومسلكاه، وواحد اخر يدبر راسه ولا يعوم في البحر، ماشي معقول هادشي. بسم الله الرحمن الرحيم. خديجه الدهوقي، رئيسه الجمعيه المحمديه للتنميه البشريه وموظفه. شنو الراي ديالك في غلاء الاسعار اللي ولا ارتفاع صاروخي مؤخرا وكلشي لاحظ؟ حنا الميساج اللي بغينا نوصلوه وصلناه عدات مرات، فالحكومه راه كتعرف انها ملي يعني ملي كتلامس المعيشه ديال المواطن، يعني راه ملي واحد كيقول لك اي حاجه الا توصلني المعيشه ديالي، راه صراحه والله الا راه معاناه، راه معاناه كيعيشوا الشعب. وكنتمناو من الناس الحكومه اللي كتاخذوا هذه القرارات المباغته والمفاجئه، يعني ينزلوا الشارع ونزلوا الاسواق وصلوا مع الناس وشوفوا هذيك القفاش شحال كتطلع لهم. الا بغى يدير واحد الكميله مسكين مع وليده راه ما شاء الله، راه ما شاء الله، راه ما شاء الله. شنو رايك بان الحكومه كتزيد في الاسعار ولكن دون ما تعلم الناس قبل وتقول راه غادي يكون، ولا كتبرر ذاك الارتفاع ديال الاسعار بشي حاجه اخرى؟ حنا راه كنا نتوقع خير في هذه الحكومه. السي عزيز اخنوش راه ملي كان واحد الالتفاف حول الحزب ديالو، راه ربما قلنا راه واحد البصيص من الامل غينزل على المغاربه، ولكن للاسف كنتمنوا من سي عزيز اخنوش انه يعاود يراعي، لان مادام الوقت الحكومه راه باقي لها خمس سنين وهما يلاه في البدايه ديالهم، حقيقه كتاخذ شي قرارات مباغته وما كتاخذش ما كتضربش لها الف حساب وحساب، فلهذا كنقولوا راه باقي الوقت، يعني الشعب راه غيسمح الى الحكومه تراجعت وشويه قادت كتكون واحد الموازنه شويه ما بين المعيشه وما بين الدخل، لان حتى الدخل ديال المواطن راه ما شاء الله راه عار ان بلد كالمغرب لبلد يضرب الف حساب وحساب، باقي الموظف ديالو يعني في عنده دخل ديالو اللي محشومه قاعد كاع. ما كتشوفيش بان احنا قربنا اننا ما تبقاش عندنا الطبقه المتوسطه، غتبقى عندنا غير الطبقه الفقيره والطبقه الغنيه؟ المتطلبات ديالنا كمجتمع مدني دائما كنطالبوا باش تكون طبقه متوسطه، لان في غياب الطبقه المتوسطه غيبقى دائما تضارب، الطبقه الفوقانيه راه عايشه بخير وعلى خير. السمن وزبد ومن الطبقه الفقيره مسكينه راه كتعاني، راه الطبقه هي الفقير اللي كتعاني. وغني واحد الميساج نوصلوا للحكومه، ميساج راه ولا عالمي، ربما هذه الواقعه اللي وقعت، واقعه الرحمه اللي وقعت في الموت ديال هذاك الضحيه، راه يعني راه بينت لنا ان راه الرحمه والاخاء والتازر والمحبه، وان الحضاره ديال الشعوب راه كيكونوها الطبقات الفقيره، لان الطفل كان فقير هو جعل تبارك الله واحد الاتحاد عالمي. كنتمناو تراجعوا زيدوا تراجعوا انفسكم وتواصلوا مع الشعب وهبطوا الاسواق، هبطوا الاسواق وشوفوا المعاناه ديال الشعب ملي كيضرب القفه ديالو ما كيلقى باش يعمرها، راه عار ثم عار ثم عار. شنو درتوا ولا شنو كتخطوا انكم ديروا باش تحاوروا مع الحكومه على ود هذا الغلاء الاسعار؟ بصفتنا كجمعويين دائما يعني المخطط ديالنا في الاول وهو التواصل، لاننا يعني دائما خص التواصل والحوار وخص نسمعوا الاخر اشنو كيقول، ولكن التواصل كان على طريق التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، لان احنا دخلنا دابا في فيدراليات ودخلنا في اتحادات وفي شبكات جمعويه، فما كنتمناوش ان ملي كنخرجوا للشارع، راه ماشي هدفنا هو نخرجوا للشارع وحنا ما باغيش نخرجوا للشارع، لان الحكومه بغينا يعني تلبي الطلب ديال المواطنين غير بناء على التواصل والحوارات اللي تكون معاهم، لان حتى ذاك الخروج حنا ما كنبغيوش صراحه، لان بلادنا غاديه في تقدم وراسمه خطط ديالها وغادي تبارك الله في ازدهار، ذاك الخروج ما بغيناش، بغينا تحلوا لنا المشاكل بلا مسيرات
وقفات احتجاجيه تحل المشاكل ان شاء الله. اختي بالنسبه للاسعار اختي لاحظنا فهمتي في هذه الايام اونه الاخيره فهمتي واحد الاسعار يعني مشات واحد السرعه فائقه فهمتي صاروخيه. بالنسبه كما قلتي الغاز والله اختي، بالنسبه للمواد الغذائيه اللي اساسيه يعني في جميع يعني في جميع المنتوجات لاحظنا هذه الاسعار يعني فهمتي يعني عرفت واحد يعني واحد السرعه فائقه فهمتي في الزياده. لذلك فهمتي كنطلبوا من المسؤولين هذا الشيء يعني يراعيوا الناس الدراوش ما يشوفوش فهمتي واحد يعني واحد نيفو دو في فهمتي يبازيو على هذاك الانسان اللي عايش بخير اللي كيشد 20000 درهم. يعني شوف هذاك الانسان اللي كيشد مثلا 2000 درهم، هذاك الانسان اللي خدام بسميك فهمتي، هذاك الانسان اللي ما عندوش القدره فهمتي الشرائيه باش غيشري مثلا باش غي مثلا غيشري مثلا السكر زادت فيه مثلا 10 دريال كتبان ليه هو بالنسبه لي راه فهمتي تقدر توفر لي حاجه اخرى هذيك 10 دريال زاد على 10 دريال اخرى 10 دريال اخرى يقدر يوفر بها حوايج اخرين فهمتي. وكنطالبوا من هاد المسؤولين هادو يراعيو فهمتي الناس الدراوش، الناس اللي فهمتي اللي ما يقدروش فهمتي يلبيو هاد الحاجيات هادو فهمتي، والناس اللي باقا كاري كاين اللي مسكينه كاري مثلا بحال واحد كيشد 2000 درهم وكاري وانت غتزيد عليه في المواد الغذائيه ونفترض هو عنده مثلا 5 ديال الدراري كل واحد تيقرا وكيعرف دابا يعني التعليم راه خاصو واحد الجانب يعني النسبه 50% خاصو يعني ملي كتدخل المدرسه راه كتخلص الواجبات ديالك الدراسيه يعني فهمتي، زائد انك تزيد عليه مثلا في الغاز والغاز هو مثلا المواد الغذائيه هذا راه في حد ذاته راه كترمي واحد العبء على دوك الناس اللي فهمتي اللي هشه فهمتي. حنا نراعيو وما نشوفوش هذا مثلا خدام ديريكتور مثلا كيشد 20000 درهم ولا 50000 درهم زائد لي بريم ديالو زائد الامتيازات ديالو اللي كتوضعها لي الشركه ولا مثلا مع الدوله ولا كذا، ما نشوفوش من هذا الجانب هذا. ما نقولوش حنا كلشي كيشد 20000 درهم، خاصنا نشوفوا ذاك اللي كيشد 2000 درهم، خاصنا نشوفوا ذاك المسكين اللي بائع متجول اليوم جاب لي الله غدا ما غايجيبش لي الله فهمتي، ولا لا خصنا نراعيو شويه فهمتي ونديرو فهمتي نديرو واحد القيمه اللي تكون فهمتي قيمه وسطى فهمتي بازيو على الناس الدراوش والناس اللي عندهم مثلا صالير دو باز اللي عالي وندير واحد القيمه مقربه تكون وسطى اللي تقدر فهمتي تقدر تلائم جميع فهمتي جميع الطبقات الاجتماعيه. زائد حاجه ان زدتو مثلا في المواد الغذائيه زدتو في الغازوال يعني كتزيدوا ولكن الصالير دو باز ما كيتزادش اختي فهمتي، اختي لاكيس ما كيتزادش، التقاعد ما كيتزادش اختي، هادشي ما كيتزادوش، ما كيتزادوش الامتيازات، ما نزيدوش على دوك الناس اللي عندهم ارباب العمل، ما نزيدوش عليهم في الضرائب فهمتي، ما نعينوش واحد ليجان ديال المراقبه تمشي تراقب هاد لي سوسيتي هادو اللي خدامين الناس نوار، كاين اللي خدام نوار مسكين ما عنده حتى حق، غدا ولا بعد غدا غيقول لي سير بحال هاك، خصنا نشوفوا هاد خصنا نعالجوا بعدا هادو من الاولين عاد باش نزيدوا، خصنا نقادوا بعدا لي صالير نديروا مثلا السميك عندنا حنا ولا صالير دو باز يكون هو 4000 درهم عاد يكون واحد الامتيازات اخرين، خاصنا نشوفوا هاد النقاط هادو اللي حساسه، خاصنا نشوفوا الناس اللي كتخدم لي جول في اليوم ما كتخلصش فيهم، خاصنا نشوفوا لي سوسيتي اللي كيخدموا العمال كيزيدوا سوايع اضافيه وما كيتخلصوش فيهم وكيخدم بز منه وكيعاير وكيتهان في الكرامه ديالو، هادو من خصنا نشوفو ما نشوفوش بحال دابا السي اخ النوج ما خصنا نشوفو نزيدو نعلو في الاسعار، خاص السي اخ النوج جيتي انت جيتي في واحد المرحله اللي كاملين كنطالبوا بالتغيير. انا من راسي وجبت صوتت عليك كنت كنشوفك انسان رجل اعمال مول مال يعني غتعطي واحد الاضافه للبلاد ديالنا، ولكن انك باش تجي وتزيد في الاسعار كتخيل راسك كتخيل هذا المجتمع كامل بحالك انتايا عنده دي سوسيتي عند رجل اعمال راه كاملين كاين اغلبيه فينا يعني طبقه هشه، كاين اللي ساكنه مع والدي، كاين اللي مسكين ما عندوش فين يباش، كاين اللي بائع متجول، كاين اللي مسكين خدام في سوسيتي ما عنده لا ورقه لا والو، خدام ديال الله خدام كما كنقولوا حنا عطش يعني ما خدماش ما غياكلاش، خصنا نشوفوا هذا الجانب هذا فهمتي، نراعيوا الناس الدراوش نلبيو يعني نديروا هذاك الشيء اللي علينا، وهذاك الشيء اللي علينا حنا راه اوتوماتيكمون غيجي من عندنا، يعني انتوما ديروا هذاك الشيء اللي عليكم وفروا لنا الظروف ديال العيش فهمتي، ديروا لنا حقوق ديال الشغل تكون مزيانه يعني فهمتي، طب ابليكيوا لي الحقوق ديال الانسان على ارض الواقع، ماشي يجي باقي بوليس هذاك النهار جا استفزني شدني بواحد الطريقه بحال انا شفار ما قال لي حتى انا راه شرطي نابليكيو هاد الحقوق هادو، وهاديك الساعه حنايا هاداك الشيء اللي علينا راه اوتوماتيكمون غيجي، راه حنا راه قال لك قابلوا شيء يخدعوه،
راه انت ملي غتابليكي واحد الحاجه حنا راه غنقبلوا بها راه اوتوماتيكمون غنخضعوا ليها، راه حنا غنمشيو في هذاك المسار وحنا كاملين طالبين التغيير. حنا راه ما كاينش حنا هاد الانتقادات زعما كنقول لك انت راه ما مزيانش ولا كذا، وانما حنا كنديروا هاد الانتقادات باش تحيي فيك هذيك الروح ديال كما كنقولوا حنا ديال الرحمه وديال الرأفه بهاد الناس الدراوش هادو. اما انا تقدر تزيد عليا في الزيت وكذا، انا باقي سيليباتير ما كنفكرش في الزيت، لا هادي ما عنديش طوموبيل باش غنفكر في غازو، ولكن راه واحد اخر بحالي مسكين تزوج عنده سياره عنده كذا، تقدر دابا ليح السياره ديالو في الباركينغ فهمتي، على حساب انه الغازوار زادوا فيه وحشومه هادشي. وكنطالبوا من الحكومه ان فهمتي تراعي الناس الدراوش يعني، وفهمتي هاد القرارات هادي اللي كتكون بينها وبين نفسها ما تبقاش تجي وتلوحهم. اي قرار خرج ودير واحد الاستفتاء، شوف الشعب واش راضي عليه ولا لا، تا بينكم من نفسك رضيتي عليه صافي وتجي تابليكي فيه. حنا في رهان التجارب لا فهمتي، اي قرار خرج دير استفتاء فهمتي، خدمة الصحفيين هادو قول لي ما هاد القرار اش خرج به الحكومه واش غيقبلوا به الناس ولا لا، فهمتي نطلعوا شويه في الوعي، نطلعوا شويه في النيفو، الناس راه واعيه تبارك الله، الناس راه كتخدم على راسها، الناس باغا تخدم بلادها. امين نتوما وفروا لهم الظروف، وفروا لهم هذيك التربه فين غيخدموا هما، وماشي انسان كتلقى باشولي وليسونس مثلا يعني في شعاب اللي هي فهمتي متفوق فيها وكيدخل فهمتي الارض الواقع ماشي يلقاش دي سوسيتي اللي كتوفر ليه فرص الشغل. خاصنا نجيو نديرو شراكات مع شركات فهمتي ونوفروا فرص الشغل نزيدوا فيهم باش هاد الناس تدخل تخدم. حتى لزتي في الزيت والدقيق وكذا راه ما غاتبانش لينا، حنا راه خدامين وغتلقى راسك راه كتشد واحد الماندا اللي هي ماندا غتكفيك انك باش غتمشي تساير الحياه. هادشي اللي كاين اختي، وكنتمناو من هاد الحكومه هادي الله يهدي على هاد الناس الدراوش. اما الناس اللي لاباس عليهم راه جارين فهمتي، راه جارين براسهم وقادين براسهم. هو اول ملاحظه هو ان هاد الحكومه ما احترمتش البرنامج ديالها. كان عز اخ نوش اللي هو رئيس الحكومه وعد المغاربه مجموعه من الالتزامات، وكنشوفوا انهم ما وعدش بها. كاين اكراهات متابعه الحال باش ما نكونوش شعبويين، كاين غلاء، الغلاء هي يعني الا بغينا نقولوا ظاهره عالميه حتى في اوروبا كاين، ولكن ملزم الحكومه تلقى حلول. مثلا في الصناديق السوداء خصها دابا يعني تفعلها باش يعني تلقى حلول المواطنين، ويعني لربما هذا الغلاء سيؤدي الى امور لا تحمد عقباها. رسالة الحكومة هو كما قلت لك، وهو خص يلقاو حلول عاجلة، لان يعني مواطن مغربي صبر بزاف من 2019 يعني التداعيات ديال هذا الوباء الى غير ذلك، فكاين واحد الركود التجاري، المهم كاين اكراهات داخليه وكاين اكراهات خارجيه، والحكومه يعني ملزمه باش تلقى حلول يعني الدعم ديال المواطنين، يعني تحاول ما امكن كما قلت لك تفعل هذيك الصناديق السوداء حاليا. الا ما تفعلتش حاليا انا ما كنفهمش واش غادي تفعل باش تخفض شويه الاثمنه. هذا هو الشيء. كيف ما لاحظتوا معنا كانت هذه اجوبه ديال الشارع المغربي، خليوا الاجوبه ديالكم في التعاليق. شكرا لكم، كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا اشرف عوينه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.